وزي كفن تبع الموجة. يا عسلامة. عسلامة شعارك. أنت تو صاحب مطعم هنا في سيدي زمور في شربة. أي وهنا شفنا معنا فما حملة نظافة، كيفاش تفعلت مع الحملة هذه؟ والله الحملة نظافة باهية وكانت دوا معناتها بالقدا، واليوم الحمد لله بصلاة عامية قبضوها من طرف من هنا لهنا، حركة هايلة. إن شاء الله ديما كل مرة نعملوها، والجمعية هايلة إن شاء الله تكون في تتواصل فهمت. سي احمد الحومه رئيس جمعيه المواطن المتطوع، الجمعيه هذه اللي قادت حمله جربه نظيفه تقريبا اليوم المرحله الثانيه، فاعطينا فكره المرحله هذه. وي بون، انا حاب نصحح اللي هي بلوتو مجموعه جربه نظيفه هي اللي ورا الحمله هذه، واللي فيها اكثر من 7 جمعيات منهم جمعيه المواطن المتطوع. فدي ومانا اليوم المنسق العام تاع التظاهره هذه الحمله الثانيه في الحملة هذه، المرحلة الثانية في الحملة كل ما زالوا 3 مراحل أخرى إن شاء الله كملوهم. كل 15 يوم عندنا حملة، عندنا مرحلة. اليوم جينا سيدي جمور، سيدي جمور ما أدراك ما سيدي جمور، البلاصة هذه الحلوة المزيانة مالوريزمون اليوم اللي لقينا فيها زبلة ولقينا فيها وسخ، شيء شبه الكذب نقولوا احنا فهمني. حتى لقينا هاو الجامع شوفوا فيه معناتها وكل المعمار الجميل شيء، لقينا زوز بيوت معناتها محتوتين عبارة على مخزن متاع الزبلة، وخرجنا منهم نقول لك أكثر من طرنات الزبلة اليوم. حسيلو بون، اليوم احنا ما جيناش نعملو في حملة نظافة ولا تنظيف، أكثر منها جينا حملة توعية والتحسيس فهمني. بون سيفري لمينا قرابات 100-150 ساك احنا قاعدين نلمو فيهم بالكل توا، لكن الهدف منه أنه كيفاش نجمو نوصلو اللي البلاصة هذه تقعد من بعد نظيفة، وهذا هو جو بونس الرهان الحقيقي، انه كل بلاصه نتعداو منها ونعملوا منها نعملوا فيها مرحله ولا نعملوا فيها حمله، انه كيفاش لا كونتينيتي. ولهنا لازم الجهود تتضافر من الناس الكل، اول واحد هو المواطن كي البرومير كونسيرني، الثاني انه ربما المجتمع المدني لازم ما يسيبش ويحسس كل ديما وكل يوم كان نلزم، وثالث حاجه هي برسم السلطات اللي لازمها توفر الاليات كما نقولوا لي بوبيل تو بلاصه كيما هذايا فيها شتوت، نشوفوا اللي نقص مثلا في الحاويات، ربما نقص في الاشهار، ربما نقص في الكونترول، ان يكون فما مثلا ان غارديان لهنا هكا سيرتو في موسم الصيف، وهما برشا عباد يجيو من خارج الجزيره وربما ماهمش مستنسين، معناتها هما كلهم حاجات صغار وكان يتم الكل يظن لي النجم ونخليو الشط كيما الشط هذايا وحلاوته هالشجر هذايا سيرتو ماهوش موجود في برشا شتوت اخرين، معناتها ينجم يكون من اجمل الشطوط نتاعنا العمومي. ما تنساوش اللجان هذوما اللي شاركوا متطوعين سي احمد. بطبيعة الحال لهنا هذا كله والنجاح نتاع الحملة هذية الكل وراء الشباب اللي تشوف فيهم اللي مشينا يتم خذيناهم من مع قاعد المدارس نتاعهم شهرين التالي وقت طنبك الاكزامان، وجاو معنا في المرحلة الأولى وجاو معنا اليوم المرحلة الثانية، وإن شاء الله المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة.
أسلام حاج. السلام عليكم. أنت حاج من متسكين من تخابية. فاش قولك في البدل يعملوا بيه اللي يقوموا بيه الشباب هذوما؟ حقيقة أنا حاجة تنهج حاجة هاي ياسر صغيرة تبارك الله فيهم، عملوا حملة نظافة وإحنا في الجمهور ديما لاهين به وننظفوا كذا وماذا بنا شواعي للمواطنين. C'est fantastique, dommage qu'on n'a pas, que ça se fait que les 15 jours. Ça serait bien qu'on en fasse pratiquement toutes les semaines, surtout en période d'été. Il faut vraiment que les gens prennent conscience et changent leurs habitudes, parce qu'ils disent que c'est les habitudes, mais on peut les changer. Hein. On peut les changer très bien. Et puis, surtout qu'ils viennent à la plage, qu'ils profitent de ce cadre qui est fantastique. Et ensuite, qu'ils profitent, qu'ils mangent, qu'ils dansent. Et que voilà, on prend les poubelles et on les met dans la grande poubelle. Aslam, انت شاركت في حملة جربة نظيفة، فشنو المساج اللي تحب توصله من خلال المشاركة هذه؟ باش نوعيو العباد ما عادش يرميو في الشارع، ما عادش يرميو على الشط البحر، الناس كل نعوموا فيه، الناس كل نحوسوا فيه، ماذا بينا الدنيا كلها نظيفه، ان شاء الله الناس الكل تكون فرحانه كي تجي جربة، وان شاء الله ديما جربة برافو. جربة برافو، جربة برافو.